استعراض لهذا النموذج من قبل الشباب اللي طرحوا قضايا وملفات كثيرة كلها تخص ما تم في السنوات الماضية من ملفات خاضت فيها الحكومة والحقائب الوزارية، وده كان طبعا من خلال خطط ومن خلال أيضا سيناريوهات كانت تضعها الحكومة تمت بالفعل، وكان الحديث أيضا عن خطط لازالت مستقبلية، وده طبعا أيضا كان صاحبه استعراض من قبل رئيس الوزراء في نموذج المحاكاة. كان بيقدم هذا الاستعراض تقييم لما مرت به مصر في السنوات الماضية، وتحديدا يعني منذ 2014 وحتى الآن. وذكر خلال هذا النموذج في المؤتمر الوطني السابع للشباب اللي بيعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة بعض النقاط الخاصة بالأوضاع قبل عام 2014. استعرض المحور الاجتماعي على سبيل المثال، استعرض في المحور الاجتماعي معدلات الفقر، زيادة الفجوة السكانية، تدهور قطاع النقل. استعرض أيضا قطاع آخر وهو قطاع الكهرباء والقدرة الكهربية وعجز القدرة الكهربية في الدولة في السنوات الماضية. كان هناك أيضا ما يخص الغاز الطبيعي ووصوله لأدنى المستويات في السنوات الماضية. كذلك كان في استعراض لخطة الدولة فيما هو قادم وفيما يخص أيضا تحسين الأوضاع من خلال عدة محاور ذكرها رئيس الوزراء دكتور مصطفى، وهي كانت محاور خاصة بالشأن السياسي الاقتصادي الأمني أيضا والاجتماعي، وكذلك محور البنية التحتية. الحديث كان ما بين الشباب وما بين أيضا السيد الرئيس اللي عقب على ما حدث، وتدخل في هذه الجلسة أيضا أثناء استماعه لهذا النموذج الخاص بمحاكاة الدولة المصرية، وكان التدخل تحديدا وقت الحديث عن الخطوات الاقتصادية وحزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة في الآونة الأخيرة وردود الأفعال وأصداء هذه الخطوات الاقتصادية من قبل المجتمع المصري. إزاي يعني استمع لهذه الخطوات الاقتصادية وازاي نفذها وازاي كمان علق عليها، ودي يمكن كانت واحدة كذلك من اللقطات والمشاهد الهامة في نموذج المحاكاة، وهو استعراض بعض النماذج الخاصة بردود أفعال حول خطوات اقتصادية اتبعتها الحكومة المصرية. وفي الحقيقة طبعا انه التناول كان يعني من خلال ما جاء على ألسنة المجتمع المصري على السوشيال ميديا، وطبعا تناول الأحداث والإجراءات الاقتصادية بطريقته، وكان في سخرية في بعض المواقف، كان في استفسارات، كان في أسئلة، وكل ده الحقيقة كل هذا المشهد الخاص ب يعني بعض النماذج لبعض الأصداء تم استعراضها أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيد الرئيس طلب هنا التعليق والتدخل، وده طبعا لي يعني شرح ما تم فعلا على الأرض، وفي نفس الوقت أهمية هذه الخطوات الاقتصادية، ضرورتها في هذا التوقيت تحديدا، وكيف أيضا تم توازن المعادلة، وإزاي كانت مصر بتمر بوقت مليء بمشكلات تعاظمت، زي ما ختم السيد الرئيس كلمته وقال أنه للأسف كان في الكثير من التحديات اللي بتواجه مصر، وقال كمان أننا لم نبدأ الإجراءات في ظل ظروف عادية. هناك دول طرح بعض الأمثلة، خاضت إجراءات كثيرة ولكن لم تكن هذه الدول بتمر بثورات، وضرب المثل بالبرازيل والأرجنتين، وقال أنه مصر كان الأمر فيها طبعا بيختلف. ويعني كانت هناك طبعا بعض أيضا الملفات والمحاور اللي تم
التطرق إليها في كلمة السيد الرئيس، وكانت خاصة أيضا بالإجراءات الاقتصادية والكهرباء والبنية التحتية والمشروعات، وأيضا توفير الحياة الكريمة للمواطن ودلالات هذه الإجراءات الاقتصادية وأصدقها كذلك دوليا.